اهلا وسهلا البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كي داير مع الصحان؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير، اموركم هانيه، احوالكم. مرحبا بكم في فلوج جديد، في فيديو جديد. مهم اليوم اش غنقول لكم؟ دايره انا بنت مدينتي اختي وجده، دايره انا وياها جلسه تصوير. المهم لبسات كشيطه وداك الشيء، ما جايه هي هنايا غي فاكونس، فقالت لي لبسيني. الله اكبر الشمس. ف خارجه ودايره معاها الوقت، خصني نخرج قبل ما تمشي الشمس. خارجه مع الثلاثه دابا شي حاجه، دابا راه علينا الربعه ونص. اوف، والزحمه، وانا في الساعه كتغرب عندنا، في الساعه كتغرب عندنا الظلمه، دغيا كظلام. واليوم لعب المنتخب، فخصنا نديرو التصوير ونمشيو نتفرجوا، وخصني نتصور قبل الشمس. وشوفوا تعبوا في اللي غنتحشم معاها، ما بغيتش نتحشم معاها. يا ربي نوصل في الوقت، يا بير تعرفوا راني كنطير، ما نحركش، ما نطيرش، من الرادار ما يضربنيش، ونوصل ان شاء الله في الوقت يا ربي. العلي حاشمنا. المهم انتم معايا، مرحبا بكم بعدا فلوق زوين اليوم، نعرفكم بعدا على بنت مدينتي وجده. ون يا خويا باغي يدخل فيا عبد الله، كاميون ماشي حتى طوموبيل، ما عنديش معاك سلاك. المهم بنت مدينتي وزوينه، نعرفكم عليها، حتى هي يوتيوبرز وما شاء الله عليها ميك اب ارتست. تعرفين الوجديات حادكات يا اختي، حنا حادكات. شوفوا البنات، نقول لكم الصباغ، راني بدلت لون شعري، جاني زوين البارح بالليل، في الليل صبغته، طلع لي راسي في راسي ونوض نصبغ. المهم انتم معايا، ما كتشوفوني كنخربق حيت انا معطله، شنو نوريكم الزحام. شوفوا الكاميو اللي باغي يدخل فيا، شفتوا رموك ويا ربي على زعما، يا ربي حيتاش خاصني نطلع منا على اليمن باش نطلع على دبي. يا ربي العلي حاشمنا. غير البنات غنتحشم مع البنت، شوفوا الدعوة، تخيلوا مع اليوم نسيت انا السبت ونسيت الكورة، ما يمكنش. انا راه ما يمكنش، ديما خارجة مع الدقيقة 90، ديما كنخرج بحال البارح مع، انا عاودها لكم بحال الخرافة. البارح مشيت عند فاطمة الزهراء صبغت شعري وكل شيء، دابا نحط لكم الصباغه، اسم الصباغه وكل شيء. شوف اللون، اللون زيتي واعر، طفيت داك الزعوريه اللي كانت عندي. فشنو جايه للدار كضرب لي في الخوان، نمشي لقطر، كنقول وي كيبقى غدا غيلعبوا مساكين، وما مشيتش كاع لقطر. وجهلت واحد الجهله، عيطت لمول الفيزا، شنو خاصني؟ خصني فيزا تاع السعوديه، دفعتها. تخيلي مع 4 تاع الصباح كيقول لي اختي راه ما كايناش في السيستم حتى الصباح. حالتي حاله، مشيت كنلقى بلي خصني هايا، دخلت هايا كانت قاتل معايا، وكلشي في الاخر جاني نعس ونعست. صبحت كنلقى مول الفيزا كيعيط لي كيقول لي اختي واش ما بقيتش باغي تمشي قطر؟ كنقول له صافي دفع لي فيزا تمشي ان شاء الله، هذيك اللي نمشي نديرها قطر، نمشي العمره. صافي اختي مشي العمره احسن ليا، صافي مشي للسعوديه. كتابش واحد سبحان الله، عندي اخيب حاجه في حياتي وكنستعرف بها، التسرع. عندي عندي فيها الحماس والتسرع بزاف بطريقه غير طبيعيه، اقسم بالله كان هذا ولا يخرج عليا، حيتاش كنتسرع دغيا 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 كنتسرع. فاش اللي كاين والزحمه دابا وما فاطرهش، خارجه نايضه من الناس مدوشه، خارجه باش ما تهدرش على البنت. صار رد عطال ديال الطريق، اش غندير؟ للاسف الا كتاب لها غتلبس، ما كتابلهاش للاسف، هي بغات تصور في الشمس. فان شاء الله يكون الخير، نوصل ان شاء الله في الوقت. نجيبها معايا ما شاء الله، واخا روطار سمحي لي على صح، جيتي واعره، جاتك اللبسه يا سلام ما شاء الله. زعما السو كاينه ديال اللبس ديال البلدي، لا لا طي ديالك، لا وجهك ديال البلدي. ورا الكواليس
هاي اسيا. هاي جايز. وجده وجده وجده. شوف درت لها فيديوهات ان شاء الله تنحطو في لاباج واعرين. البلاصه اللي جينا صوروا فيها مدينه القديمه في الامارات، فيها بيوت قدام زوينه، درت فيديوهات وتصويرات زوينين يبقاو لها. دابا انا ماشيين باش نمشيو نوصلوا للماتش ديال الكره مع المغرب. يلا شوفوا نايز الصاك. يلا كملنا، دابا راه 6:09 دقائق عندنا، فغيبدل الماتش مع 7:04 ديال المغرب. وما نقولكش باقي تقريبا ساعه قل شي حاجه يبدا الماتش، خصني نوصل قبل الوقت ان شاء الله يكون الخير يا ربي نوصل. فنوصل ان شاء الله بربع ساعه قبل ونفطر مع ما واكلش نهائيا، تخيلوا من البارح باش نوصل على البنت في الوقت. عندي الكلمه هي كل شيء. المهم اني قابطني ستوب. اهلين وسهلين، مرحبا لكم من بعد الماتش، مش من بعد الفيديو، بعد الماتش للاسف ما ربحناش، ولكني حسبي الله ونعم الوكيل. حقرونا، تحقرنا بصح ماشي مشكل، يعني فخر لينا حنايا، خدينا المرتبة الرابعة في العالم. العالم كأس العالم عمرها ما كانت، مول فين كانت تقصى قبل. الحمد لله دابا ربحنا 5 ديال ماتش، ما نساوش هذه الفرحة اللي كانت كبيرة. أكيد. يعني ما نساوش باللي فرحنا، واخا خسرنا 2 ديال لي ماتش معليش. مرحبا سكينة عندي في قناتي، واحد البنوتة انتم عارفين وجديتهم كيتلاقاو كيتفاهموا ما شاء الله. واحد البنت هي كتسكن في وجده، وتعرفوا انا راني من اللي فان ديالها في وجده، ولكني كنت معاها كثرت متوحشه وجده، كنضل قلت لها متبعاك. فالبنات راه عندها تقانات، ودرت معاها التصوير ما شاء الله ديالها، الجسم ديالها غير ديال البلدي. فان شاء الله بقى من بعد والله بقى صافت لك التكاش تلبسيهم ليا ان شاء الله. وريدي هي موديل، موديل الناس حتى اللي في المغرب بغيتو موديل، راه موديل خطيره وخا بالحجاب. يعني ناس كاين اللي كيبغيو موديل يعني عريسه تيبغيو بالحجاب، فراه كتخدم موديل في وجده وفي المغرب كامل، يعني كدي بلاصه وعندها صالون وميك اب ارتست من فوق. شي للاسف غدا ماشيه للمغرب، كره دارت لي الميك اب تشوفوا، عندها الميك اب خطير. الوقت كيطير بزاف، انا في الامارات كون درنا صورنا بزاف ديال الحوايج كيطير والله. ما للاسف قربنا حتى للدقيقه 90، ماشي حتى حنا جينا مع الوقت ديال كاس العالم، وكنا كنديبلاصاو بزاف القطار وكنوليو انا اللبسه اللي لبستها لي، انا لبستها جات تحقرت عليها الصراحه. هي من لبستها جاتها واعره والله، حتى جاتها واعره والله. كاين البركه كاين البركه. ويلي بينتي لي اللبسه والله تبينتي، عندها لبسه خطيره طول زمينة. طول كيلعب طول وتجربه، راه تبارك الله من 2015 وانا في لي ديفيلي وكل شيء في لي شوتينغ بروفيسيونيل. مي كتكون شي حاجه ماشي بروفيسيونيل كتقولي علاش كتضيعي وقت ديري كارير ديالك زوينه. مرحبا بكاع البنات ديال حنا، دخلوا عندها القناه ديالها. نهار كبير هذا، تشرفت بكم، خلي لكم قناتكم ديالنا حصه حلوه. ايوه اكيد وجده ابردي انا لافوا ديالي ديما صوتي كيمشي ليا في الماتش، ما عرفتش علاش قلت لها خصني نمشي ندوز على صوتي. صافي ماشي مشكل الحمد لله. وصلنا كما نقولوا الرايه المغربيه، وصلنا بزاف القلوب الناس بعدا، قلوب العالم ماشي قلوب حنا المغاربه، راه الرايات المغربيه راه كتجري لنا في الدم، ولكن وصلنا القلوب ديال العالم. شرف لينا وفرحانين وغنحتفلوا غنحتفلوا واخا وجده ديجا. برافو على المنتخب ديالنا، برافو عليه، كانوا رجال وديما رجال من الاخر. فالبنات غنخليكم هنايا قناة تاع سكينة، فادخلوا عندها وشجعوها، كتحط لكم لي فلوغ زوينين، كتسافر مكياج، وانا شجعتها تبقى عناية بالبشرة، بزاف حوايج غتستافدوا منها فغيمون والله غتستافدوا منها. وبتا بنات وجدة اللي متبعيني في القناة ديالي، وبغيتو ميك اب ارتيست ما شاء الله عليها، وبغيتو صالون عندها صالون في وجدة بارك الله فيك. والناس حتى اللي صحاب اوروبا متبعيني بزاف كيسكنوا في وجدة تاورير نواحي وجدة، فسيروا عندها فنخلي لكم هنا قناتها، ونخلي لكم حتى في صندوق الوصف، ونخلي لكم حتى رقم الصالون وانستغرام الصالون، دخلوا عندها وشجعوها تستاهل. ضروري تجي عندي في وجدة المغرب. وي الا جيتها لوجدة ما نجيش عندك، مشينا كنا وياك باريدة وكران والله العظيم الفورهم والبودان كلشي ديال وجده زوين. ان شاء الله فات اليوم نهار زوين، واخا ما كملتش فرحتنا مي الحمد لله. فان شاء الله القادم اجمل احلى احلى, أحلى. فنجيكم هنايا نهايه الفيديو، عجبكم الفيديو ما تنساوش اللايك
الكومنتير والاشتراك في القناه والاشتراك وديروا فعلوا الجرس ديال حسب كان جلستي وكنشمعنا مع فيديوهات والله انا وياه عندنا نفس المزاج شوفوا نبقاو نديروا انا وياه دي لايف تيك توك دخلوا عندنا التيك توك ان شاء الله لايفات في التيك توك لايفات في الانستغرام ان شاء الله ديما تشوفونا مع بعضياتنا واخا نكونوا بعد كما كنزه ولو بعد القلوب قريبه لبعضياتها ديما كنهضروا فاكيد سو كاينه عجبتني قلبها زوين زوين قلبها وخليبا قلبها زوين شوفي ملي كتسرحي شي واحد هو كيكون داكشي متبادل فانا الصراحه تستاهل الدعم والله العظيم تستاهل الدعم دمها خفيف واكيد الا تبعتوها ما غتندموش غتوليو مضمونين عليها بارك الله فيك دابا تشوفوا جلسه التصوير اللي درناها خطيره غادي تعجبكم عطيونا ارائكم في انا خليكم في الاخر تاع الفيديو نخليكم التصاور اللي درنا تاع الشوتين غنصوبهم دابا وخليكم التصاور وما تنساوش الدعم واللي بغات تنقف مرحبا بكم يلا فيديو الجاي السلام عليكم باي.